بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية نستأنف الفقرة مع لو فيرب اتر. طبعا سبق لنا أن رأينا صرف هذا الفعل. الآن سنرى استعمال هذا الفعل في جمل وفي عبارات. إذن نأخذ التمرين التالي. complete les phrases avec les formes du verbe être. complete c'est le verbe compléter, يعني فعل أتم. complete les phrases, أتم الجمل. avec les formes, طبعا رأينا فيما سبق les formes المقصود بها الأشكال, جمع ديال la forme. la forme يعني شكل أو هيئة. la forme يعني الشكل ديال واحد الحاجة, واش داير واش مربع. حتى هنا تنشوفوا هذا الفعل كيفاش داير الشكل ديالو. إذن ديك الأحرف المركبة اش من شكل تتعطينا. إذن حتى هنا غنشوفوا فعل اتر كيفاش تيبقى يتشكل مع الضمائر. إذن avec les formes du verbe être, إذن سنكمل الجمل بأشكال فعل اتر. إذن نأخذ vo, عدنا vo ثم عدنا en retard. en retard يعني في تأخر. إذن لا بغي نقول شي واحد, بغي نقول واحد المجموعة ديال الأشخاص. طبعا تنستعملوا حتى بعد مرات مع واحد من الأشخاص سواء كان ذكرا أو أنثى. إذن نقول vo يعني أنتم. ممكن أنك تتكلم مع شخص واحد تقول له أنتم, يعني احتراما له, يعني احتراما له مثلا. أو مع مجموعة أشخاص تقول لهم أنتم, يعني هدفو تصلح للحالتين. إذن عندنا en retard يعني en retard. غتقول لواحد المجموعة ديال الأشخاص, نأخذ هذا المعنى هذا ديال فو, إذن غتقول لهم أنتم متأخرون, يعني أنتم كاينين متأخرين, الوجود ديالكم في تأخر كما لو نقول. إذن ماذا سنقول؟ إذن سنقول فوزات أو غطار, أنتم كائنون في تأخر كما لو نقول. المقصود أنكم أنتم المؤخرين, ماشي أنتم أخرتوا شي حاجة أخرى. في هذه الحالة أنتم لا أخرتوا شي حاجة أخرى, أنا ما غنستعملوش أتر. إذن غنستعملوا أفوار مع فعل أو نستعمل الفعل مباشرة, ولكن ما غنستعملوش أتر لأن الفعل غيكون صادر منكم لواحد الوجهة أخرى, يعني الفعل ما واقعش عليكم أنتم. هنا الفعل أو الحالة واقعة عليكم أنتم. إذن سنقول ماذا؟ فوزات أون غوطار, أنتم في تأخر. هذا التأخر حاصل لكم أنتم بذاتكم بكينونتكم. إذن فوزيت أون غوطار. ثم عندنا أنترنت يعني شبكة الأنترنت. ثم عندنا أن بون موايان دو كومينيكي, دو كومينيكي رابيدمون, إذن وسيلة للتواصل بسرعة. إذن الأنترنت هي ذاتها نفسها ماشي شي حاجة أخرى أو أنها تتعمل شي حاجة أخرى, بل هاد الحالة أو هاد الفعل أو هاد الوصف حاصل لها هي الانترنت. الانترنت للشبكة. إذن انترنت ان بون مويان. إذن طبعا الحال غنكتب واحد الفعل هنا شكل ديال اتر, طبعا كما هو مطلوب منا شكل اتر, مادام أن هذا الذي نذكره هنا متعلق كما لو نقول بشخص الانترنت. إذن انترنت ثم عندنا ان بون مويان دو كومينيكي رابيدمون. إذا الانترنت اش غنقول عليها؟ وسيله للتواصل السريع, ان مويان دو كومينيكي رابيدمون. إذا سنقول ماذا؟ الانترنت ات ان بون مويان, إذا هي وسيله جيده دو كومينيكي للتواصل رابيدمون بسرعه. إذا هي وسيله, إذا هي ذاتها وسيله. إذا كما تنشوفوا هنا ان اتر جا من بعد منه اسم ات ان مويان. ات ان مويان طبعا بون هذه غير وصف ديال مويان. ات ان بون مويان يعني هي وسيله جيده, ولكن ممكن اننا نقول الانترنت ات ان مويان دو كومينيكي رابيدمون, يعني ان الانترنت هي وسيله للتواصل بسرعه. اذا نقول عليها هي وسيله. اذا بحال هي جعلناها هذه الوسيله. اذا نقول عن الانترنت بان هي ذاتها نفسها وسيله. اذا في هذه الحاله غنستعملوا اتر. علاش؟ لأن هذا الأمر الذي نذكره هو متعلق, هو نفسه كما نقول هذا الانترنت, يعني أن الوسيلة للتواصل السريع هي الانترنت. إذا سنستعمل اتر مادام أنه متعلق هذا الأمر بالذات
ديال الانترنت. طبعا تبقى لنا اش من شكل غنحطو ديال اتر، واش غنحطو الصوم، واش غنحطو سوي، واش غنحطو اي او اس تي او اي او اس الى اخره. طبعا نتكلم على الانترنت كمان نتكلم عن ايل بدون اس او ال بدون اس، كمان نتكلم هنا عن ايل بدون اس او ال بدون اس. اذا سنستعمل او اس تي اي لانترنت اي تموية، لانترنت اي تموية او بيان لانترنت اي تان بون موية دو كومينيكي رابيدمون. اذا نتكلم على الانترنت بان هي اللي وسيلة، ثم ننتقل الى تولي ديمونش جو انا، ثم اوبليجي، اوبليجي دو فير مي دوفوار، دو فير مي دوفوار. تولي ديمونش يعني كل احد، هنا بطبيعة الحال كما لو نقول كل احد، طبعا كما لو نقول هنا كل احد، كما نرى بان ديمونش عنده واحد اس، اذا نتكلم عن مجموعة احد. في اللغة العربية نقول نحن كل احد، ولكن في اللغة الفرنسية كما لو نقول كل احد، تنتكلم على بزاف ديال الحدود هنا. اذا تولي ديمونش يعني كل احد، جو انا، ثم عندنا اوبليجي دو فير مي دوفوار. طبعا اوبليجي من حيث الاصل فعل اوبليجي يعني تعني اجبر، يعني انت تجبر شخصا، تجبر شيئا الى اخره. اذا نتكلم على لو فيرب اوبليجي فعل اجبر. لكن هنا انا طبعا كاين جوج ديال الحالات، يا اما انا اجبر شخصا مثلا دو فير سي دوفوار ليفعل واجباته، يا اما انا مجبر على فعل واجباتي كما عندنا هنا. اذا ماذا سنقول؟ طبعا الاستعمال ديال اتر تيجي في الحاله الثانيه، نقول مثلا جو يعني انا، اوبليجي يعني انا مجبر، يعني انا مجبر، يعني ان اتر تدخل في الوقيت التي يكون الفعل او الحدث او الوصف او اي امر ما متعلق بذات الشخص او بذات الشيء. هنا انا الذي هو مجبر، اذا تنتكلم على نفسي انا مجبر، اذا طبعا سنستعمل اتخنا. تبقى لنا فقط اش من شكل ديال اتخ غنوضعو، طبعا غنشوفو الشكل الذي يوافق جو. اذا نقول جو سوي، جو سوي، جو سوي اوبليجي دو فير مي دوفوار. وكما تلاحظوا بان اوبليجي عند واحد او زائده، ما معنى هذا؟ معنى هذا بان المتكلم بنت او امراه، اذا انا مجبره على فعل واجباتي. اما المتكلم المذكر يقول جو سوي اوبليجي بدون هاد او الاضافيه. اذا جو سوي اوبليجي دو فير مي دوفوار يعني انا مجبره على فعل واجباتي، يعني انا التي هي مجبره. ولكن لنفرض بانني انا اجبرت شخصا اخر، هنا ما غنستعملوش اتر، لان اتر تعني بان هذا الفعل واقع لهاد جو او واقع لهاد تي. في حاله الا قلنا مثلا تي اوبليجي، انت مجبر او انت مجبره، الي اوبليجي يعني هو مجبر او هي مجبره. طبعا في حاله المؤنث نضيف أه، في حاله المذكر نحذف هاد أه. نصوم اوبليجي، نحن مجبرون، نصوم اوبليجي دو فير نو دوفوار، نحن مجبرون على فعل واجباتنا. فوزيت اوبليجي، انتم مجبرون دو فير فو دوفوار، لتفعلوا واجباتكم. او نقول ايل سون اوبليجي، ايل سون اوبليجي دو فير لور دوفوار، دو فير لور دوفوار. اذا هم مجبرون على فعل واجباتهم. اذا طبعا اتر تيجي في هذا المعنى. طبعا اذا قلت جي اوبليجي كما سنرى فيما بعد صرف افوار، فمثلا عندنا هنا اذا قلت مثلا جي اوبليجي يعني المقصود انا اجبرت، جو سوي اوبليجي انا مجبر، جي اوبليجي انا اجبرت. مثلا جي اوبليجي ان اليف دو فير سي دوفوار، انا اجبرت تلميذا ليفعل واجباته، جي اوبليجي. ولكن غتقول اشنو جبرتي؟ جي اوبليجي ان اليف دو فير سي دوفوار، جو سوي اوبليجي انا مجبر الى اخره. ايل ا، ايل ا اوبليجي يعني هو اجبر، ايل ا اوبليجي يعني هو اجبر، ايل ا اوبليجي ان اليف
دو فير سي دوفوار، يعني هو أجبر تلميذا لكي يفعل واجباته. إذا نستعمل هنا أفوار، طبعا سنرى أفوار فيما بعد. نكمل مع العبارة الموالية نو، ثم عندنا en correspondance avec une classe de la Martinique. إذا نو نحن، ثم en correspondance يعني في مراسلة. المقصود نحن في مراسلة avec une classe مع قسمين de la Martinique، من هد المدينة أو من هد المنطقة. إذا ماذا سنقول؟ إذا نحن نفسنا ذاتنا en correspondance يعني في مراسلة avec une classe مع قسمين de la Martinique. إذا سنقول ماذا؟ سنقول نصوم نحن. إذا نحن كائنون، أو كما نحن نقول نحن نصوم en correspondance. نصوم en correspondance، نحن في مراسلة avec une classe de la Martinique. طبعا لا يمكننا أن نقول نو en correspondance، لا يمكننا أن نقول نو en correspondance. إذن ما غتجيش، خصني الفعل. نحن كائنون في مراسلة، هكذا يفهم الأمر في اللغة الفرنسية. Nous sommes en correspondance avec une classe de la Martinique. إذن سنستعمل صوم، لأن être في الشكل ديالو اللي تيجي معانو، في شكله معانو. إذن نحن في تواصل أو نحن في مراسلة مع قسم من لا مارتينيك. Nous sommes en correspondance avec une classe de la Martinique. ثم في العبارة الموالية est-ce que tu ثم عندنا bien sûr de savoir la table du 4. إذن ماذا سنقول؟ est-ce que tu bien sûr de savoir la table du 4. إذن هل أنت bien sûr، يعني أنك متأكد جيدا. سير تتعني متأكد، بيان سور متأكد جيدا. دو سافوار من معرفة لا طابل دو كاتر، من معرفة جدول العدد 4. هل أنت متأكد من معرفة جدول العدد 4؟ جدول العدد 4. إذا ماذا سنقول؟ إسكو تيي هل أنت أو هل أنت؟ إسكو تيي بيان سور دو سافوار لا طابل دو كاتر، هل أنت أو هل أنت متأكدة من معرفة جدول العدد 4؟ ثم في العبارة الموالية les enfants، ثم عندنا ravi que le ramadan arrive. إذن الأطفال ravi تأتي من فعل ravir. إذن أحيانا نكون مع شخصين، إذن تكون مع شخصين فتقول له je suis ravi، كما نقول أنا متشرف، ولكن هي ما عندهاش معنى ديال انا متشرف، عندها معنى ديال انا مختطف. لان لو فيرب غافير تعني اون لوفي دو فورس، يعني انك تخطف بالقوه. اون لوفي لو فيرب غافير تعني اون لوفي دو فورس، يعني انك تاخذ او تخطف بقوه، او تعني اون شونتي. طبعا نقول ايضا بعض المرات جو سوي اون شونتي، اذا تقول لشخص جو سوي غافي ou bien je suis enchanté. Enchanté المقصود بها يفتن. إذن عندما تقول je suis enchanté يعني كما لو تقول أنا مفتتن، كما لو تقول بأنني مفتتن. إذن أنا مفتون بمعنى آخر، يعني أنني بعد الفرحة أصبحت مفتونا. وبنفس الشكل عندما نتكلم عن غافير، رغم أنه تعني enlever de force، عندما تكون مع شخصين لأول مرة أو أنه يشرفك مثلا، عندما تكون مع شخص وتقول له أنا متشرف، إذن تقول je suis ravi، أنا مختطف، كما لو تقول بأنني مختطف بهد الفرح. إذن كما لو نقول بأنني مختطف بفرح اللقاء بك. إذن عندما نتكلم عن غافير فالمقصود أننا نتكلم عن enlever de force أو bien enchanté، يعني أنك تخطف بالقوة أو تفتن شخصا آخر. طبعا وبنفس الطريقة عندما نقول جو سوي تنستعمل اتخ، يعني أنا ماشي هو اللي خطفت وماشي أنا هو اللي فتنت، بل أنا المفتون، لأننا استعملنا اتخ. جو سوي انشانتي، جو سوي غافي،
جو سوي غافي، يعني انا مختطف، انا مفتتن. اذا كما قلنا بان غافير تعني اون لوفي دو فورس، هذا من حيث الاصل، تعني اون شانتي وتعني فير بيردر، يعني انك تعمل على فقدان، المقصود انك تفقد شيئا لشخص او لشيء اخر. فير بيردر اذا عنده معاني، يعني ديال الخطف، ديال الافقاد او ديال الافتتان. اذا هذا لو فيرب غافير، لكن بطبيعة الحال يستعمل بشكل مجازي كما ذكرنا، وكما نلاحظ بانه فقط يستعمل بشكل مجازي. طبعا هذا المعنى المجازي اصبح هو الطاغي على المعنى الاصلي للفعل. اذا نعود للعباره لي زونفون، ثم عندنا غافي كو لو رمضان اريف، اذا الاطفال اذا كما نقول مختطفون، المقصود بانهم فرحون بان رمضان يصل او بان رمضان وصل. اذا ماذا سنقول؟ لي زونفون سون غافي كو لو رمضان اريف، إذن الأطفال فرحون أو مختطفون بمعنى آخر أو مفتتنون بأن رمضان وصل. إذن الذي يهمنا هنا بأن هذا الذي يحصل اللي هو الاختطاف، اللي هو الافتتان، هو يحصل لذات الأطفال، يحصل لنفس الأطفال، يحدث لذوات الأطفال، يعني أنه تحصل الأطفال في نفوسهم. les enfants sont ravis، يعني الأطفال هم ذاتهم نفسهم مختطفون مفتتنون إلى آخره، المقصود أنهم فرحون. إذا نتكلم عن le verbe être استعمالات ديالو. إذا النتيجة ستكون بهذا الشكل الذي نرى. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.